النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عاده الله عليكم بالصحة والعافية. اليوم النشرة الجوية الأولى لشهر رمضان المبارك، والتي سنتحدث بها عن أحوال الطقس المتوقعة في أول أيام شهر رمضان المبارك. نود تذكيركم بأنه بشهر رمضان أنه الآن أصبح أكثر يعني قربا من فصل الربيع والشتاء، وبالتالي المتغيرات الجوية تزداد في شهر رمضان المبارك، بعدما أتت تقريبا فترة 15 عاما من وجود شهر رمضان في فصل الصيف ودون وجود أحوال جوية هامة. الآن بدأت بعض الظواهر الجوية تظهر في شهر رمضان نظرا لبدء دخوله في شهر نيسان وشهر أيار. نبدأ هذه النشرة الجوية بخرائط الضغط الجوي، والتي تشير إلى تواجد منخفض جوي خماسيني عميق إلى الشمال من الأراضي المصرية. هذا منخفض الجوي الخماسين من المتوقع أن يتمركز ظهرا يوم غد الجمعة إلى الشمال من الأراضي المصرية، وهذه الدوائر تمثل مدى عمق هذا المنخفض الجوي الخماسيني، ومن المتوقع أن يؤدي إلى هبوب رياح عاصفة في مقدمته تؤدي إلى ثارة الأتربة والرمال والعواصف الترابية، والتي ستندفع لاحقا إلى عموم مناطق بلاد الشام. هذه الخريطة متوقعة مع ساعات عصر يوم غد. يتمركز هذا المنخفض الجوي تقريبا فوق شمال منطقة سيناء، هناك رياح شديدة في مقدمته، يتوقع أن تكون هناك عواصف ترابية تؤثر على عموم هذه المناطق. كما أن مرور هذا المنخفض الجوي الخماسيني سيعمل على حدوث حالة سريعة من عدم الاستقرار الجوي. هذه الخريطة مع ساعات المساء تقريبا بعد ساعات الإفطار، يتمركز هذا المنخفض الجوي تقريبا فوق المملكة وبعمق شديد، حيث سيكون هناك كما تلاحظون عدد من الدوائر الكبيرة، وهي تمثل خطوط تساوي الضغط، والتي تعني أن هناك رياح قوية من المتوقع أن تهب على المملكة بسبب هذا المنخفض الجوي الخماسيني. أما يوم السبت أو ليلة الجمعة السبت، يتحرك هذا المنخفض الجوي الخماسيني الأراضي العراقية، ويتشكل منخفض جوي جديد فوق حوض جزيرة قبرص، وهذا الأمر بسبب اندفاع كتلة هوائية باردة نسبيا خلف هذا المنخفض الجوي الخماسيني، وسيكون هناك تباينات حرارية كبيرة جدا، ومن المتوقع أن تتدفق رياح غربية إلى شمالية غربية يومي السبت والأحد بمشيئة الله تعالى. نستعرض معكم خرائط توقعات غبار. هذه الخريطة مع ساعات صباح يوم الجمعة، هناك عواصف ترابية متوقعة لعموم المناطق المصرية بمشيئة الله تعالى وأجزاء من منطقة سيناء، ولكن مع ساعات الظهيرة تهب عواصف ترابية كثيفة على عموم الأراضي المصرية بما فيها القاهرة، ولاحقا تمتد هذه العواصف الترابية المناطق الجنوبية والشرقية من الأردن، كما أنها لا يستبعد أن تطال أجزاء من العاصمة عمان وبعض المناطق الشمالية والوسطى، وبالتالي يتوقع غدا أن يكون هناك تدني كبير لمدى الرؤية الأفقية، كما يتوقع ازدياد كبير في نسبة وكثافة الغبار في الأجواء، وتنشط الرياح كما تحدثنا بشكل لافت، ويصبح البحر في خليج العقبة مائج للغاية، كما وترتفع الأمواج بشكل لافت تصل إلى تقريبا حوالي متر في بعض المناطق. خلال ساعات المساء يعني عفوا ليلة الجمعة السبت، تتحرك الحزم الغبارية إلى المناطق الصحراوية من الأردن، ويدخل هواء أكثر رطوبة باتجاه المناطق الغربية من المملكة، ولكن نهار يوم السبت يتوقع أن يشهد عواصف ترابية قوية، ولكن في منطقة بادية الشام أي المناطق الشرقية من الأردن والمناطق الصحراوية منها. توقعات الهطولات المطرية، إذن هناك خلال ساعات النهار فرصة لزخات طينية من الأمطار تهطل على بعض المناطق بالتزامن مع حركة هذا المنخفض الجوي الخماسيني، ويعني يتوقع أن تشهد هذه المناطق بعض الزخات الطينية من
من الأمطار، تتحرك هذه الحزم من الأمطار مع ساعات المساء شرقا، ولكن مع ساعات ليلة الجمعة على السبت وصباح يوم السبت يتوقع بمشيئة الله على عبور الكتلة الهوائية الباردة أن تتهيأ الفرصة بمشيئة الله لهطول الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية من المملكة، وذلك نهار يوم السبت مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيئة للأمطار نهار يوم السبت حتى ساعات المساء، في حين تتراجع قليلا الفرصة مع ساعات الليل وتصبح فقط متركزة في المناطق الشمالية من المملكة. دعونا الآن نستعرض خرائط درجات الحرارة، هناك تباين كبير متوقع على درجات الحرارة. إذن هذه الألوان تعني هناك أن كتلة هوائية حارة تأتي في مقدمة هذا المنخفض الجوي الخماسيني، يتوقع أن تؤثر على عموم مناطق بلاد الشام، ومن التالي أول أيام شهر رمضان يتوقع أن يكون هناك ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وبشكل لافت، بعكس اليوم الذي سادت فيه أجواء مائلة للبرودة بعض الشيء وترتفع درجات الحرارة في مختلف المناطق. ولكن هذا اللون، اللون الأخضر، هو يعكس مدى وجود كتلة هوائية باردة للغاية، باردة نسبيا بالنسبة لهذا الوقت من العام في شرقي البحر الأبيض المتوسط، وتوقع أن تندفع خلف المنخفض الجوي الخماسيني وتدخل إلى داخل المملكة مع ساعات ليلة الجمعة على السبت، وبالتالي الفرق بين الخريطتين هي أقل من 12 ساعة، وبالتالي يتوقع أن يحدث انقلاب حراري كبير جدا مع ساعات ليلة الجمعة على السبت، وتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير جدا في المملكة، وحتى نهار يوم السبت يستمر دخول هذا الهواء البارد ليسيطر على معظم مناطق بلاد الشام، وعلى إثره يتوقع أن يكون الطقس مغاير تماما في ثاني وثالث أيام شهر رمضان، ويكون مائل للبرودة أو حتى بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية بعكس اليوم الأول لشهر رمضان بمشيئة الله تعالى. نستعرض الآن معكم الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة. الأجواء هذه الليلة باردة نسبيا في أغلب المناطق مع ظهور كميات من السحب المنخفضة، درجة حرارة صغرى في العاصمة عمان 13 درجة مئوية، بمعنى أن الطقس بارد سيكون مع ساعات الفجر لمن يريد ومن يحب أن يعني يتسحر في الخارج في شرفات المنازل، فإن السحور هذه الليلة يعني في الخارج فكرة غير مقبولة كون الطقس سيكون بارد للغاية بمشيئة الله تعالى. أما بالنسبة لنهار يوم غدا، من المتوقع كما ذكرنا أن تتأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني، طقس يكون عاصف ومغبر مع فرصة لزخات طينية من الأمطار، تزداد نسبة الغبار تدريجيا خلال ساعات النهار، تكون هناك عواصف ترابية مع ساعات ما بعد العصر والمساء وساعات الليل الأولى، كما من المتوقع أن تهب رياح قوية تدريجيا تصبح مصحوبة بهبات قوية بمشيئة الله تعالى عقب ساعات العصر والمساء في مناطق عديدة من المملكة، الفرصة تكون مهيئة غدا نهارا بعض الزخات الطينية من الأمطار. طبعا التنبيهات الهامة غدا بشأن الأحوال الجوية بأنها أحوال جوية خماسينية، بأنه الليلة نسعى يعني ونؤكد على شرب كميات وافرة من السوائل كون الطقس غدا جاف. أيضا غدا يعني تنبيهنا لمرضى الجهاز التنفسي والعيون من ارتفاع نسبة وكثافة الغبار بشكل كبير، كما ننبه الإخوة يعني من هذا الغبار الذي سيحصل مع ساعات مساء وعصر يوم غدا. بالنسبة للأحوال الجوية توقع في وقت الإفطار يوم غدا الطقس سيكون عاصف ومغبر، درجة الحرارة وقت الإفطار 22 درجة مئوية، وفكرة الإفطار في الخارج غير مقبولة غدا بسبب هذه الأجواء ولا حتى خلال اليومين القادمين، ولكن إن شاء الله مع دخولنا أكثر في رمضان يتوقع أن يطرأ ارتفاع درجات الحرارة وتعود بها الأجواء الربيعية بمشيئة الله تعالى. دعونا نستعرض إذن الأجواء ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى في محافظات المملكة. إذن في إربد 24-13 مع طقس حار جاف مغبر أو حار نسبي جاف ومغبر مع فرصة لزخات طينية محلية من الأمطار، في عجلون من 22-12، في جرش 24-13، وفي المفرق من 25-13 درجة مئوية. في العاصمة عمان من 25-13، في السلط من 26-14، في مادبة من 27-13، في البحر الميت من 31-20 درجة مئوية، وفي الزرقاء من 26-15 درجة مئوية. انتقالا للمناطق الجنوبية، في الكرك من 24-11، في الطفيلة من 25-10 درجات مئوية، في جبال الشرى من 25-9، وفي معان من 28-11 درجة مئوية، في حين تكون في خليج العقبة من 30 درجة مئوية نهارا تنخفض ليلا إلى 17 درجة مئوية. في المناطق الشرقية في رويشد 24-13، في الصفاوي 26-13، وفي الأزرق من 29-15 درجة مئوية. نتعرف الآن على أحوال الطقس المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة بالتفصيل. غدا منخفض
بغرفه 50 اجواء مغبره للغايه، 25 الى 13 في ساعات الليل. ولكن لاحظوا معي يوم السبت 16 درجه مئويه درجه الحراره العظمى، هناك فرق تقريبا بحدود 10 درجات مئويه ما بين يومي الجمعه والسبت. طقس بارد نسبي غالبا غائم، يتوقع هطول امطار بمشيئه الله تعالى في شمال ووسط المملكه يوم السبت. اجواء بعض الشيء رطبه وضبابيه في ساعات الليل وبارده، درجه الحراره 10 درجات مئويه في ساعات الليل. والاحد الاجواء راح تكون بارده نسبيا بوجه عام، غائمه جزئيا مع بقاء الفرصه مهيئه لبعض الزخات من الامطار لكن في شمال المملكة، وتكون درجة الحرارة العظمى 17 درجة مئوية، في حين تكون الصغرى ليلا 10 درجات مئوية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في أول أيام شهر رمضان المبارك. أعاد الله عليكم بالخير والبركات، إن شاء الله تكون بداية موفقة لهذا الشهر. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.